خلينا نعرف رأي محمد ناصر النني عن ابن محمد النني، أداؤه كان عامل إزاي أو شاف أداؤه عامل إزاي؟ صباح الخير على حضرتك يا كابتن ناصر. صباح الخير، صباح الفل أحمد وسام. يعني في البداية احنا حابين نبارك لك على التطور الكبير قوي اللي احنا شفناه امبارح في الملعب بأداء محمد النني، شفت إزاي أداؤه امبارح ويعني وأنتوا بتتفرجوا كده حسيتوا بإيه؟ طبعا الحمد لله احنا فرحانين جدا بالمنتخب جدا بصراحه، حاجه تشرف مصر. رجاله فرقه كله عمل مجهود كبير جدا. محمد شايفه يعني قدم مباراتين الساحل العاج ومثلا والمغرب على اعلى مستوى، مجهود غير عادي. طبعا تفوق على نفسه في الملعب، بيلعب قدام ناس كبيره جدا، فرقه تقيله المغرب او سهل، من اقوى ماتشاته الماتشين اللي فاتوا. كابتن ناصر، يمكن احنا شفنا الاداء البطولي لمحمد النني في المباراه امبارح، يعني خلينا نقول النني جوه العين والنني دايما باللي عمله امبارح بصراحه، لحد الدقيقه 110 شفناه بيلعب وبيقاتل وبيطلع كوره اوت، فيعني شفنا اداء امبارح مختلف. قول لي لما كلمته بعد المباراه قال لك ايه؟ يعني محمد بعد الماتش والله باركت له كده وقال احنا في روح قويه جدا بين اللعيبه مع بعض، روح قويه فديت عامله الفرقه كلها، ان هو لازم يبذل اكثر مجهود بيعمله في الملعب بحيث كل الناس تبقى شايفه منتخب مصر بيقدم بقوه جدا. بروح عاليه جدا. ايه الحاجه اللي وعدك بيها؟ باذن الله يعني بعد البطوله يجيب له عربيه باذن الله. ده وعد لحضرتك شخصيا ولا للمصريين كلهم عشان ناخده على الهواء دلوقتي اهو؟ لا باذن الله وعد ليا بس. ان شاء الله ان شاء الله التمنى يعني تحصل، وان شاء الله البطوله يعني ترجع لينا ونحقق يعني النصر مره تانية. بنشكرك كابتن ناصر النني والد الكابتن محمد النني، شكرا ليك يا فندم.